الفيزيكال بارامتر اللي هنتعرض له بعد كده هو اللايتنج اللي هو الاضاءه. واول حاجه هنتكلم فيها الامبيانت لايتنج اللي هي او الامبيانت اليمينيشن، الاضاءه اللي موجوده عندنا اللي بتبقى عامله ازاي. طبعا في هنا في التيبل ده سامبل كده للاماكن المختلفه، واللايتنج المفروض بيبقى موجود ازاي او الليفل بتاعه بيبقى موجود ازاي باللكس. لاكس دي واحده من البارامترز اللي هي بتاعه الالمينيشن. فبنتكلم على السي سي يو اللي هي الكريتيكال او الكارديا كير يونت، بنتكلم على 30. بتكلم على الاي سي يو بتكلم على 31. على اي سي يو تروما اللي هي الانتنسيف كير يونت بتاعه تروما بتبقى اعلى بكتير جدا، عشان نبقى واخدين بالنا من كل حاجه موجوده عندنا بالنسبه للبيشنت. لو النيورو اي سي يو بنتكلم على 585. لو بتكلم على السيرجيكال اي سي يو بتبقى 38. لو بتكلم على لو بتكلم على يعني ممكن ان هي تعلى كمان، يعني حسب بقى لو انا مثلا الاوفر هيد لايت ده كان اوف، لو كان اوفر هيد لايت بتاع المكان اللي هو فيه العيان ده كان اون ممكن توصل ل 1540، عشان برضو لو حد جاي بيفحص المريض اكتر شويه. فطبعا في ليفلز مختلفه الحقيقه، ودي لازم ان احنا يعني مينتين ان الامبيانت لامينيشن ده يبقى كافي بالنسبه للاستعمال بتاعنا. في طبعا بالنسبه للديفايس ديسبلايز نفسها ممكن تتاثر باللايتنج كونديشنز، يعني ممكن مثلا بعض الديفايس ديسبلايز تبقى واضحه جدا لما يكون النور خافت شويه، ولما النور يكون نور قوي شويه بتلاقي ان الديسبلاي مش واضح. فدي لازم حاجه ناخدها في اعتبارنا الحقيقه في التصميم بتاع الديفايس ديسبلاي، ان ممكن يشتغل في اي حال من الاحوال. لو انا كنت حاططها في داي لايت او حاططها في امبيانت يعني الومينيشن او في يعني ارتفيشال الومينيشن يبقى قوي او ارتفيشال الومينيشن ضعيف، يبقى برضو ديفايس ديسبلاي ده يبقى ستيل كلير بالنسبه لي. فدي واحده من الحاجات المهمه جدا اللي لازم اراعيها في تصميم الجهاز الطبي بتاعي.